السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد في قناة كيفية زراعة وتجدير النباتات في المنزل. موضوعنا اليوم هو زراعة فاكهة المانجا من البذور. هذه عندنا فاكهة المانجا، نستخرج البذرة، هذه هي بذرة المانجا هذا الشكل، نفتحها ونزيل القشرة الخارجية اللي موجودة بيها، هتكون البذرة هنا في داخل هذه القشرة. بعد ما نفتحها للقشرة راح نستخرج البذرة، هذه هي بذرة المانجا. راح نحتاج منديل ورقي وعلبة زجاجية أو بلاستيك اللي متوفرة عندكم. نضع المنديل بهذا الشكل، هنا ناخذ البذور، بنوتي الصغيرة تساعدني، يلا يلا هاي الثانية، شكراً، يسلموا، شطورة. الآن نغطيها بمنديل ورقي ونبخها بقليل من الماء. نضعها في مكان يعني مثلا أعلى الثلاجة حتى تجذر عندنا البذور. بعد 3 أيام ظهر عندنا جذر بهذا الشكل، هذا هو الجذر. بلش يطلع هنا، هذا هنا عندنا جذر لساته صغير، ننتظر عليها كم يوم ثاني لحتى يكبر الجذر شوية وننقلها إلى التربة. بعد أسبوع من وضعنا البذور في المنديل كبر عندنا جذر بهذا الشكل. الآن هذه البذرة جاهزة للنقل إلى التربة. هنا أنا عندي تربة البيتموس سمدتها بعض الأسمدة الطبيعية، نضع البذرة بهذا الشكل بحيث يكون الجذر للأسفل. ونغطيها بطبقة خفيفة من التربة. طريقة جدا سهلة، تسميد التربة هنا جدا ضروري للنباتات، تسرع عملية الإنبات. أفضل دائما التسميد بأسمدة طبيعية، سبق وأن نزلت أكثر من فيديو عن هذا الموضوع. الآن نسقيها بالماء، نضعها في مكان يوصل إلى ضوء الشمس حتى تسهل عملية الإنبات. بعد حوالي تقريبا أسبوعين من وضعنا البذرة في التربة تكبر عندنا النبتة بهذا الشكل. تكبر عندنا الأوراق. إذا أعجبكم الفيديو أرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وعمل مشاركة ولايك ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.